مساء الخير لكل اللي عم بيتابعني عبر حسابي الشخصي على الفيسبوك من داخل سوريا وخارج سوريا. يسعد اوقاتكم. طبعا انا اليوم الي الشرف الحقيقة ان اكون بمدينة او بالاحرى المحافظة اللي الى مكانة خاصة في قلبي ومكانة خاصة أيضا في قلوب كل السوريين. طرطوس العشق هذه دائما أنا أقولها، إذا كانت اللاذقية لاذقية العرب فطرطوس هي طرطوس العشق. فتحية قبل أن أبدأ الحديث من قلبي لكل أبناء محافظة طرطوس مدينة وريف. طرطوس هذه المحافظة التي قدمت ما قدمته كباقي المحافظات السورية، لكن طرطوس هي عاصمة الشهداء، قدمت الكثير في الدفاع عن أراضي الجمهورية العربية السورية. فبهالبداية وأنا في قلب طرطوس بدي أقول تحية لكل أرواح شهداء سوريا من مدنيين وعسكريين، وتحية لأرواح شهداء الجيش العربي السوري والقوات المسلحة والقوات الرديفة. هنا في طرطوس العشق الحقيقة يعني لما منقول في طفرة عمرانية، أنا ما كنت أصدق لما يبعثوا لي رفقاتي طلع شوف شو في بطرطوس وطلع شوف كيف طرطوس عم تصير، أقول إنه عادي يعني مثل كل المحافظات إلى آخره. طبعا هذا البث المباشر هلا ما لحتى نقول انه هاي المدينه ما عم تعاني مثل باقي المحافظات، كل المدن عم تعاني، ما في كهرباء، نقص كهرباء، نقص خدمات والى اخره، لكن هي كباقي المدن اللي لاحظتها مثلا مثل حمص واللاذقيه وطرطوس تشهد تطوير عمراني رهيب، تشهد تقديم خدمات وفق الامكانات المتاحه وتنظيم رائع جدا. ما راح طول عليكم، انا الان موجود بمدخل طرطوس الشرقي لاذم، وانا بعتذر اذا يعني على الاحداثيات عم بذكرها، ان شاء الله تكون كل المعلومات صحيحه. طبعا سالت قبل ما اطلع بعض اصدقائي الطراطسي الطرطوسيين، فتحدثوا لي انه هذه المنطقة بالتحديد خلال 5 سنوات الماضية أو أقل شهدت طفرة عمرانية ببناء سكني فظيع كأبراج مثل ما عم تشوفوا قدامكم، وهي لورا لسه كمان في سكن شبابي، هون في جمعيات سكنية وفي سكن شبابي وفي قطاع خاص. لاحظوا معي إنه هاي المنطقة الأبراج كيف طالعة وكيف مشادة بطريقة جدا ولا أروع منها، وهي الأرض مثل ما قالوا لي إنه كمان أصبحت معدة وجاهزة للمرحلة الثانية من البناء. أنا طالع هلأ وأنا بعتذر من سكان البرج، يعني طلعت من دون ما أخذ إذن، طلعت على السطوح ولقينا مفتوح لأنه كان بدي بهمني أطلع على منطقة مرتفعة. لاحظوا معي هاي الأبراج كلها قدامكم شلون طالعة، هون الأبراج القديمة، هون عنا هاي الأبراج كلها طالعة، وهي باقي المنطقة فيها أبراج قديمة مثل ما عم تشوفوا. أنا رح انتقل للطرف الثاني رح ورجيكم إنه مو بس الطفرة العمرانية التي تشهد، شوفوا كمان الأبراج اللي هي بالعمق إذا واضحة أمامكم على الشاشة، مو بس الأراضي الفارغة التي تشهد طفرة عمرانية ببناء الأبراج وملحقاتها تماما، لا، حتى بقلب المدينة أنا صورت لكم ورح أنزل فيديو بعد شوي على صفحتي كمان لتلك أبراج، شو بدي لكم، طابق 35، برج 35 طابق وبرج 32 طابق وبرج 25 طابق، هاي الأبنية القديمة تماما. لاحظوا ورا بالعمق الشاشة بتلاحظوا انه كيف كمان لسه على الابراج عم تطلع، وهون في عنا كمان برجيات، ناس ساكنة وناس لسه ما مكملة البيوت.
انا رح انتقل. لاحظوا هلا هدول الابراج اللي شايفينها بالعمق، لحتى ما تقولوا ما في عنا شيء بسوريا بالرغم من كل الحصار الاقتصادي، لكن هنا انا اريد ان اركز انه يا جماعه لما نحن بنركز على البناء، البناء والعمران كل مواد البناء لا تعتمد على مواد مستورده وانما هي منتج محلي، وهلا بشرح لكم اياها اكثر ليش. ايه تربه رمليه، نعم. لاحظوا هلا هدول البرجيات اللي امامكم، هدول كلهم انا صورتهم عن قريب ورح تشوفوهم بعد شوي. لاحظوا معي قدامي المناطق السكنيه بشكل عام بعمق الصوره، واذا ضارب الشمس ما بعرف اذا واضحه ولا، بتلاقوا انه بقلب الابنيه السكنيه اللي هي طابقين وثلاثه واربعه وخمس طوابق بتلاقوا في برجيات طالعه. طب هدول شلون مخططهم العمراني خيو؟ شلون مخططهم التفصيلي؟ شلون مخططهم التنظيمي؟ شلون عم بطلع برج وجنبه بناي اربع طوابق؟ ما بعرف. طيب هلا انا رح تابع معكم للطرف الثاني تماما. بتشوفوا ما بداته بالحديث انه الموضوع هو موضوع تسهيل فقط لا اكثر ولا اقل، موضوع ناس بدها تشتغل، ناس مجلس مدينه ومحافظه هنا بالتحديد. اريد ان اوجه التحيه والله 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 لحتى ما يقولوا شادي انه والله عم بيكولك وبيمسح جوخ وما بعرف، والله بحياتي لم التقي بمحافظة طرطوس ولا حتى حكيت معه على التليفون. هلا عم تشوفوا لقطوني. يلا قولوا مرحبا ليكم، ها حبيب القلب على راسي، شكرا. لقطوني العالم عم شوفوا البس. طيب لم التقي بحياتي ولم اقم بالاتصال بمحافظ طرطوس، وحتى كثير شباب قالوا لي ادق له، فانا قلت لا بدي اطلع، وانا صورت قدام مبنى المحافظه رح اشوفه بعد شوي. هلا بعد ما اخلص بدق للمحافظ، بس انا عم بطلع معكم لورجيكم انه الناس اللي بدها تشتغل بتشتغل، الناس اللي بدها تخطط بتخطط، الناس اللي بدها تقدم تسهيلات بتقدم تسهيلات. يعني هلا انا رح انتقلت هون وبعدين رح ادخل من بيت الدرج. لاحظوا هون عنا كيف الابنيه السكنيه بهذه المناطق المنظمه تماما، او لربما في مناطق غير منظمه مشان ما نظلمهم. لاحظوا كيف انه هاي الابنيه السكنيه موجوده. طيب هذا البرج شلون طلع؟ وهذا البرج شلون عم بيطلع؟ وهذا البرج شلون عم بيطلع لورا؟ اكيد صاحب العقار راح او اللي اشترى الارض قدم للبلديه وقال انه انا بدي اطلع ببرج كذا وكذا وكذا والى اخره، وسهلوا له وعملوا له دمج عقار لربما ممكن شاري اكثر من بقعه، لربما غيروا له صفه العمرانيه. ليش؟ لانه بدهم يحسنوا مدينتهم، لانه بدهم يشتغلوا لمدينتهم تماما، ما بدهم ادباره بنايه واربع طوابق يتبناها. هي بتركها للاخير لحتى يمشي حالها. هلا انا بجيب لكم بلغه الارقام عدد الأبنية التي تم تقديمها إلى مجلس المدينة، وما بدي أقول بتوجيه مين رفضت تماما، ما في بناية نزلت وطلعت إلا لبين ما طلعت روح. هلا بحلب كلها يمكن بنايتين أو ثلاثة فيه. طيب هلا أنا رح أنتقل للطرف الثاني لحاورجيكم كيف إنه لما بيكون في ناس عم تشتغل من قلب ورب بالرغم من الحصار. طبعا طرطوس عم تعاني مثل حلب، ما في خدمات مثل عادة، ممكن ما يكون في كمان نظافة مثل عادة، ما عانت من حرب، أوكي ما اختلفنا، بس بنفس الوقت هي النهضة من خمس سنين ست سنين، يعني نحن ما عم نقول إنه والله صار لهم عشر سنين عم بيشتغلوا، يعني من تاريخ تحرير حلب، أخي كبونا سنتين ترحيل أنقاض، أنا معكم رح أشتغل بهذا الموضوع، أي وبعدين شو؟ 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 بدكم تضلوا تتباهوا بالأعمدة والمستديرات؟ هذا ترى والله من هيك أكثر، خليني أطلع من هنيك. على الطرف الثاني بيطلع واجهه اكثر. بتشوفوا شيء، يعني انا اول شيء افرح انه هذه المدينه تنهض بهذه الطفره العمرانيه الكبيره جدا، وهذا التطور الذي نحن كسوريين بنفتخر فيه. يعني نحن كسوريين بنفتخر انه نحن عندنا بسوريا هيك مناطق عم تشهد هالتطوير العقاري وهالنهضه العمرانيه بمدة لا تتجاوز الخمس سنوات. هذا الشيء، هذه المشاريع اللي بتتباهى فيها وبترفع راسك فيها، هي المشاريع
اللي انت بتخرس اي حدا ما بين قوسين، تع انا صحيح عندي تقصير بس انا عندي شغل، انا اشتغلت هيك وهيك 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 وعملنا هيك وهيك 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 واعطينا الخص هيك وطلعت 50 برجية هيك وطلعت 200 بناية هيك وصار في عندي 5000 6000 شقة سكنية هيك، هدول تماما وعملنا وساوينا كذا. اما رش بهار الزفت والترقية وكذا والى اخره، هدول هذا واجبكم، هذا واجبكم. هلا شوفوا قدامكم، لاحظوا. طب يا اخي هاي طرطوس، بنايات طابق 4 طوابق وراها ابراج 6 طوابق، هدول كيف انبنوا؟ لك يا اخي هدول كيف طلعوا؟ لك والله العظيم ما عندنا اي مشكله شخصيه، والله العظيم ما عندنا اي مشكله شخصيه، والله فقط انه مننقهر على مدينتنا اللي كانت مضرب مثل وستبقى شاء من شاء ومن ابى، وهلا صايرين احنا عم نضرب مثل بمدن ثانيه لحتى تصير مثلها بحلب. ماشي بزعلك، ماشي بزعل ليش؟ لانه نحن القائمين عنا للاسف، فهمت علي شلون؟ أدنجية بس هذا حكى هيك وهذا سوى هيك وهذا عمل هيك وهذا شيله لأنه ما بحبني وهذا بشيله لأنه ما شكرني. هذا واقع، هذا واقع. أنا بستغرب من المدراء اللي ببعتوا لي الله يقويك نحن معك، بس تعرف الإيد بصيرة والعين ما بعرف إيشو قصيرة، والعين بصيرة والإيد قصيرة، ما بنقدر نحكي. تعرف لا أحكي لا أحكي، والله ما بشيله غير اللي حطه. بعذركم وما بعذركم بنفس الوقت، يعني طلعوا هذا المنظر ما بيحز بالقلب، ما بيخليك تبكي، والله بتبكي. الله يهني طرطوس. وطبعا برجع بقول ما يعني انه ما ناقصهم خدمات، ما يعني انه في الارياف عم تعاني. طلعوا الطفرة العمرانية التي في عمق الكاميرا، لاحظتوها؟ بينت عليكم. اللي عم بتابع بيقول ويشوف، لاحظتوا؟ هاي بعمق الكاميرا. شو هاد؟ شو هاد اللي عم بيصير بطرطوس؟ الله يهنيكم، الله يهنيكم، وإن شاء الله من علا إلى أعلى. فتحية من القلب لكل أبناء سوريا بشكل عام وطرطوس بشكل خاص. أنا أقولها دائما وأبدا، طرطوس العشق. أنا بدي أقول شغلة للمطبلين والمزمرين الحقيقة، وأنا بدي أقول هون كمان هلأ بقلكم، بس بدي أختم قلب الكاميرا. انتوا للي عم بتطبلوا، طب لما عم بتشوفوا هيك لك شو بتحسوا؟ لك شو بتحسوا؟ بس شو بتحسوا؟ اكيد ما بتحسوا شيء لانه ما عندكم احساس. شاطرين تشتروا صفحات وتكبوا وتروحوا تحكوا على فلان وعلتان والى اخره. ما رح اعطيكم قيمه، بس انا عم بطلع بهذا الملحق كله، هي كل مدينه طرطوس امامي. يا حيف، فتحية من القلب الحقيقة. أول شيء ما تحاولوا يعني برا وجوا أنه تخترقوا حسابي، لأنه رب العالمين فقط هو الحامي. فإذا اخترقتوا الحساب صدقوني ما رح تلاقوا شيء بالمحادثات، لأنه أنا ما عندي شيء مخبى. واللي عمل هذا الحساب ووصله لل 650 ألف متابع بيعمل غيره وبيوصله للمليون كمان يا حبيباتي. ليش؟ لأنه عم نشتغل صح. تحية من القلب لطرطوس وأهل طرطوس الشرفاء الغاليين على قلبي. وأنا بتشكر كل اللي راسلني الحقيقة، والله سكرنتهم، بس أنا إذا نزلتهم بيقولوا ليكوا ها عم بتباهى. وحياة اللي خلقني 150 رسالة من لاذقية وريفة وطرطوس وريفة، لما نزلت منشور عم بمزح فيه وعم بقول رفقاتي اللي بطرطوس ولا بالساحل جهزوا حالكم مشان العزايم، والله أكثر من 150، والله سكرنتهم كلهم. طبعا مون أصدقاء هن عم بيبعتولي على الخاص ماسنجر. فلذلك أنا بدي أقول شكرا، أعتز بأهل الساحل السوري كاملا بدون استثناء. من القلب شكرا للقائمين على محافظة طرطوس، والله الله يعطيكم ألف عافية. أنا الحقيقة من سنتين جيت لهون وانا قلت لهم، لما عم بيقولوا لي انه طلع شوف، قلت لهم من سنتين يا زلمه يعني ها كان برجيه وكذا لسه عم بطلعوا، طب طلع هلا وشوف. طلعت شفت. فعلا ترفع القبعه. تحيه من القلب اؤكد للقائمين على محافظه طرطوس بكل مفاصل الخدميه. وهذا لا يعني انه ما في تقصير، برجع بقول من لا يعمل لا يخطئ، من يعمل يخطئ، بس في فرق انك انت تشتغل وتبين والجزء الاسود تحاول على تغطيته وتصلحه، او يكون عندك جزء كله وكامل المساحه عندك سوداء. ممكن ها
نقطة بيضة من هون إذا عمل لك شي دوار أو حيطة أعمدة إنارة عن طريق اليونيسيف وعن طريق الكذا، ما بعرف. ولا تقولوا لي ما في مخصصات، كل المحافظات اللي عم بتقدم عم تاخد. انتوا لاحظوا بهالتراخيص البرجيات قد ايه مجلس مدينة طرطوس عم بياخد مصاري، قد ايه مجلس مدينة طرطوس عم بياخد على التراخيص وعلى تغيير الصفة وعلى الإيجارات و و و و إلى آخره. شوف، في أحلى من هيك منظر؟ نحن عنا 1070 شقة لسه عبرقوا كم زفت فيها، وعنا الجمعيات لسه، ها الأراضي عيفوا ولا ربكم يا زلمة. والله العظيم مثل ما بختم حلقات هنا حلب، أفضل تعليق لا تعليق. أنا اليوم بدي تابع هيك بطرطوس، طبعا ما رح أكون بالمدينة، بس بغض نظر أنه أنا كتير بتشرف أنه أنا موجود هون. فتحية من القلب لطرطوس وأهلها، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برجع بأكد لكم، أنتوا يا مطبلين شوفوا هالفيديوهات واسكتوا واخرسوا، لأنه عيب يرحلونا ونبقى، يا عيب الشوم. بكل الأحوال أنا مستمر، وبكل الأحوال كل صفحة عم تشتروها، كل صفحة عم تشتروها واضحة شو عم شو كانت تنزل قبل، شو كيف صارت تنزل. هالمصاري اللي عم تلمها مجلس المدينة على الأقل صار عنده اكتفاء ذاتي، عم تفوت مصاري على الدولة، عم تجيب مصاري. ليش أنا بقلكن حركة البناء؟ حركة البناء يا سادة، يعني الأرميد من عنا، والبحص من عنا، والرمل من عنا، والإسمنت من عنا، والحديد من عنا، والعمال من عنا. أنا بقلكن شيء، هدول الأبراج لبين طلعوا، كم فرصة عمل أمنوا وكم عامل اشتغلوا بهالبرجيات؟ بس قولوا لي، اسألوا حالكن وجاوبوا حالكن. سلام عليكم.